مدبولي يبحث التعاون الصناعي المشترك بين مصر والأردن والإمارات ويؤكد السعي لشراكة اقتصادية مع البرازيل. أوكرانيا تمدد العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 3 أشهر. والتضخم يواصل الضغط على الاقتصاد العالمي ويسجل مستويات قياسية في كندا والنمسا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة بين مصر والإمارات والأردن. تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات الدول الثلاث في إطار التعاون الصناعي المشترك، وتضمن التقرير عددا من المشروعات المقترحة، كما تمت الإشارة إلى أن هناك إطارا من التنسيق بهدف تحقيق التعاون المشترك في القطاع الصناعي وفقا لرؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كل دولة لتحقيق هدف التكامل. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية ورئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وشهد اللقاء استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية، حيث يحتل الاقتصاد البرازيلي المرتبة 7 على مستوى العالم، وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية. كما شهد اللقاء أيضا تسلم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والمقرر عقده في مدينة ساو باولو في يوليو القادم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وشددت وزارة التموين على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأية شركة محمول عاملة في مصر، شرط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة حتى 30 من يونيو المقبل منعا للتكدس. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 505 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 317 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 57 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة،
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1239 قطعة سلاح ناري، أبرزها 153 بندقية و112 بندقية آلية و51 مسدسا و923 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و135 خزينة، إضافة ل 1394 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 588,127 حكماً قضائياً، من بينهم 2403 حكم جناية، 208,086 حكم حبس، 296,270 حكم غرامة، 81,368 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضموا 58 متهماً قاموا بارتكاب 85 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 82 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 132 متهماً، كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1547 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 133 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 524 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين أكثر من 65 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 14 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 17,851 قرص مؤثر و 4,270 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 22 مليون جنيه تقريبا. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 14 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط ما يقرب من 8 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 388 قضية، من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و110 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 34.5 طن أقماح محلية. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث وافق البرلمان الأوكراني على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى حتى 23 من أغسطس القادم. ومرر البرلمان الأوكراني القرار بالأغلبية المطلقة، وكانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، هو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك.
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزيارة التي قام بها نظيره البولندي أندري دودا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وبإلقائه كلمة أمام البرلمان الأوكراني. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أعرب زيلينسكي عن امتنان بلاده لبولندا، مشيرا إلى مساعدة وارسو المستمرة لكييف خلال الأزمة الحالية. نؤكد على أهمية هذه اللحظة التاريخية بين دولتي أوكرانيا وبولندا، والتضامن فيما بين شعبي البلدين، بما يتضمنه ذلك من دعم بولندي كبير لأوكرانيا خلال الأزمة الحالية. وبالنسبة لنا فإن الأمر يعد فرصة تاريخية لتقوية العلاقات بين البلدين، وهذا أمر بالغ الأهمية. بدوره أكد الرئيس البولندي أندريا دودا أن الشعب الأوكراني فقط هو الذي يملك حق تقرير مستقبل بلاده. وأضاف الرئيس البولندي خلال كلمة أمام البرلمان الأوكراني أنه ينبغي عدم الاستجابة للأصوات الداعية للرضوخ لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا ويعد دودا أول زعيم أجنبي يلقي بخطاب بنفسه أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير الماضي. وخلال جلسة اليوم قرر البرلمان تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. أصيب 11 أوكرانيا جراء قصف روسي على منطقة خاركيف خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوضح أن القصف الروسي تواصل على المدينة في وقت تشير فيه التقارير الاستخباراتية إلى استعداد الروس لتطوير الهجوم ولتوسعة مجال العمليات في عدد من المدن الأوكرانية خاصة في شرق البلاد. تراوح الأزمة الأوكرانية مكانها مع تمسك الطرفين بالحسم العسكري وسط إشارات خجولة عن القبول بالحلول الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن المرحلة الحالية من العمليات العسكرية ستكون دموية، لكن في النهاية سيتعين حلها عبر الدبلوماسية. تصريحات زيلينسكي حول الدبلوماسية تأتي في وقت تتعالى نداءاته ليل نهار طلبا للمساعدات العسكرية الغربية، وإلى الغرب تصر موسكو على تطوير عملياتها العسكرية، وعند الحديث الدبلوماسي تلقي اللوم على كييف بعرقلة المفاوضات. ميدانيا وصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا مؤكدة أنها دمرت باستخدام صواريخ كاليبر أطلقت من البحر شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا. كذلك يواصل الجيش الروسي ضرباته الصاروخية والجوية في جميع الأراضي الأوكرانية والتي طالت بنى تحتية حيوية وفق ما أعلنته هيئة الأركان العامة الأوكرانية. كذلك أشار الجيش الأوكراني إلى استمراره في صد الهجوم الروسي على دونباس وصفاً الوضع بأنه في منتهى الصعوبة. ومع تواصل العمليات العسكرية وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الأسيوية قانوناً أنجزه الكونغرس ينص على تخصيص مبلغ ضخم قدره بأربعين مليار دولار لأوكرانيا يتيح لها خصوصاً الحصول على مدرعات وتعزيز دفاعها الجوي. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 3,532,000 لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية أخرى. أعلنت لاتفيا وقف شراء الكهرباء من روسيا اعتبارا من اليوم مع تصاعد التوتر بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وانخفضت مبيعات الكهرباء من روسيا إلى لاتفيا ولتوانيا من 1300 ميجاوات إلى 300 ميجاوات. كانت موسكو قد ألزمت عددا من الدول الأوروبية بضرورة الدفع بالروبل مقابل مشترياتها من النفط والطاقة، الأمر الذي رفضته معظم الدول. Дары, прыгай!
ارتفعت أسعار المستهلك إلى مستويات قياسية في كندا والنمسا، حيث يواصل التضخم الضغط على الاقتصاد العالمي. وصعدت أسعار المستهلك الكندي في أبريل إلى أعلى مستوى منذ عام 1991، كما زادت أسعار المستهلكين في النمسا إلى أعلى مستوى منذ عام 1981. يبدو أن رصاصات الحرب في أوكرانيا قد انطلقت بقوة كبيرة لدرجة أنها استطاعت أن تصيب عدة دول خارج إطار ميدان المعركة، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي تداعى بقوة عالميا. الدول الفقيرة والناشئة وحدها لم تكن هي المتأثر الأول بتداعيات العملية العسكرية، لكن دولا أخرى أكثر تقدما شهدت مستويات قياسية من التضخم الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي. وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة من كندا، ارتفعت أسعار المستهلك في أبريل بنسبة 6.8% على أساس سنوي في أعلى مستوى منذ يناير من عام 1991، وهو ما يرجعه محللون إلى ارتفاع كبير بأسعار الطاقة والغذاء. وفي النمسا، قال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 7.2% على أساس سنوي في أبريل، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1981. وتظهر الإحصاءات أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 49.1% في أبريل، وبسبب ارتفاع أسعار الوقود ارتفعت نفقات النقل، وذلك بنسبة تبلغ 15.9% في مارس و 17.7% في أبريل. هي إذن حالة من الضبابية يعيشها العالم في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات طويلة، فبعد أن حاول العالم التكاتف والخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا، جاءت تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتدمر ما تبقى من محاولات إنعاش الاقتصاد العالمي. قال وزير المالية الألماني إن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق قوانين العجز والديون لسنة إضافية ليس عذرا للدول الأعضاء للاستمرار في سياسات الإنفاق الفضفاض، داعيا إلى مزيد من الانضباط المالي. وأشار وزير المالية الألماني إلى قرار تعليق ميثاق الاستقرار والنمو بالاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد عن 60% من ناتجها المحلي الإجمالي، وبضرورة ألا يتجاوز عجز الميزانية 3% في وقت مبكر من تفشي جائحة كورونا وما سببته من احتمالات لانهيار الناتج الاقتصادي في أوروبا. قررت الحكومة الهندية خفض الضرائب على البنزين والسولار لمحاربة التضخم والسيطرة على أسعار المواد الأساسية. وقالت وزيرة المالية الهندية إنه تم خفض ضريبة استهلاك البنزين 8 روبيات لللتر والسولار 6 روبيات لللتر، وأفادت بأنه من المتوقع أن تتكبد إيرادات الحكومة السنوية نحو 1 تريليون روبية هندية. وحثت حكومات الولايات على إجراء تخفيضات مماثلة تتماشى مع خطة الحكومة الاتحادية. قالت وكالة الطاقة الدولية إن دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2022. كانت شركات أبحاث الطاقة قد توقعت ارتفاع إيرادات الحكومات من قطاع التنقيب والإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار هذا العام. رغم التداعيات السلبية والأزمات الاقتصادية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبرز قائمة من الرابحين من تلك الأوضاع بعد ارتفاع أسعار بعض السلع. شركة أبحاث الطاقة الأمريكية ريستد إنرجي توقعت في تقرير لها ارتفاع إيرادات قطاع إنتاج الغاز والنفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار هذا العام، محطمة الرقم القياسي المسجل في عام 2011. وتوقع التقرير أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من إيرادات النفط والغاز في العام الجاري بما يتجاوز 400 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 250 مليار دولار تقريبا عن عام 2021. كما توقع التقرير احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المدينة
المرتبة الثانية بنحو 250 مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بعام 2021. وفي المركز الثالث يأتي العراق مع تضاعف عائدات الحكومة من قطاع الاستكشاف والإنتاج على أساس سنوي لتصل إلى 200 مليار دولار في عام 2022. هذا وتحتل النرويج المرتبة الرابعة بإيرادات متوقعة تبلغ 150 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية. يذكر أن أسعار النفط ترتفع بوتيرة قوية حالياً متجاوزة مستويات 100 دولار للبرميل وسط نمو الطلب القوي وانخفاض الإمدادات مع استمرار تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا. شددت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو من الإجراءات الأمنية ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد. وتعتزم الشرطة اتخاذ إجراءات شاملة أثناء إقامة بايدن في البلاد لمنع الهجمات الإرهابية، وسيشمل ذلك دوريات الكشف عن المتفجرات وتأهب فرق الاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور على الطرق المستخدمة أثناء جولات بايدن وانتشار فرق التفتيش. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي إن قمة تحالف الرباعي كواد التي سيشارك فيها مع زعماء اليابان والولايات المتحدة واستراليا في اليابان ستتيح الفرصة لبحث العديد من المبادرات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف مودي أنه سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث سبل تدعيم العلاقات متعددة الجوانب بين الهند والولايات المتحدة. كما أكد رئيس الوزراء الهندي أنه سيلتقي خلال القمة مع رئيس الوزراء الأسترالي الجديد الذي سيشارك في القمة الرباعية كواد للمرة الأولى. وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى السنغال في مستهل أول جولة أفريقية له منذ توليه مهام منصبه، وتستمر جولة شولتس لثلاثة أيام يزور خلالها أيضا النيجر وجنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يبحث المستشار الألماني في السنغال تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توفير احتياجات الغاز. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. بايدن يقول إن جدر القردة مصدر قلق عالمي. أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغا أن حالات الإصابة بمرض جدري القردة في بعض الدول الأوروبية غير نمطي، مشيرا إلى أنها غير مرتبطة بالسفر إلى البلدان الموبوءة. وقال المسؤول الأممي إنه تم اكتشاف أكثر من 100 حالة في جميع أنحاء أوروبا، مؤكدا أن 8 دول على الأقل متأثرة به، منها بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع البلدان المعنية لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وكيفية انتشار الفيروس وكيفية الحد من انتقال العدوى. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة، يأتي ذلك وسط مخاوف دولية من تحول الفيروس إلى وباء عالمي. سيناريوهات مخيفة يعيشها العالم وسط قلق متزايد من انتشار مرض جدري القردة في أكثر من قارة. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الأسوأ فيما يتعلق بالمرض لم يأتي بعد، وذلك وسط مخاوف دولية من تحول الفيروس لوباء عالمي. وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن عشرات الحالات المؤكدة في أكثر من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس، وأضافت أنها ستقدم مزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار المرض. كذلك قال الرئيس الأمريكي
الأمريكي جو بايدن إن تفشي مرض جودري القردة هو أمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة. يذكر أن جودري القردة من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، لذلك يمكن احتوائه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية. وجودري القردة مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجودري الذي يصيب البشر، ورغم أن أعراضه أخف كثيرا من أعراض الجودري إذ يشفى منه معظم المصابين في غضون بضعة أسابيع، فإنه قد يكون مميتا في حالات نادرة. حذر كبار خبراء الأمراض المعدية في المملكة المتحدة من أن جدري القردة ربما يحل محل الجدري البشري. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال علماء من مؤسسات بريطانية رائدة بما في ذلك جامعة كامبريدج وكلية لندن للصحة الاستوائية والطب، بأن المرض الفيروسي سيتطور لملء المكان الذي تركه المرض بعد استئصال الجدري. يأتي هذا في الوقت الذي تأكدت فيه إصابة طفل من بين 20 حالة مؤكدة من جدري القردة في المملكة المتحدة. تبحث منظمة الصحة العالمية خلال جمعيتها العامة في جنيف سبل بناء نظام صحي عالمي فعال وأكثر عدالة في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن يطرح مشروع قرار يدين الهجمات التي تشنها موسكو على المنظومة الصحية والعواقب الخطيرة للحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية على الإمدادات العالمية والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب. شدد وزير الصحة السويسري ألان بيرسيه على الحاجة إلى تضامن دولي لمواجهة جائحة كورونا ووقف سقوط ضحايا جدد. وفي كلمته بالجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أكد وزير الصحة السويسري على ضرورة بقاء منظمة الصحة العالمية كمركز لإدارة ملف الصحة عالميا. وقد حان الوقت لكي نحدد توقعاتنا من جانب منظمة الصحة العالمية لكي تتمكن المنظمة من التأهب والاستجابة إليها، سواء من خلال التمويل، وهذا التمويل لابد وأن يكون مستدما. وهنا أهنئكم سيداتي وسادتي أعضاء فريق العامل الذي عني بمسألة التمويل المستدام على العمل المبذول والالتزام والتوافق الذي تم التواصل إليه. قالت حكومة مدينة شنغهاي الصينية إن المدينة سجلت 570 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض خلال 24 ساعة، انخفاضا من 784 في اليوم السابق. كما تراجع عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض إلى 52 حالة من 84 حالة في اليوم السابق، في حين سجلت المدينة 3 وفيات جديدة. كما أعادت مدينة شنغهاي الصينية جزئيا تشغيل شبكة النقل العام في مؤشر على رفع تدريجي لتدابير إغلاق فصلتها عن العالم الخارجي على مدى نحو شهرين. هذا وقد فرض إغلاق كامل تقريبا في أكبر مدينة صينية منذ إبريل، عندما تحولت إلى بؤرة أسوأ تفشي لفيروس كورونا منذ بدايات الوباء. وبخلاف غيرها من الاقتصاديات الرئيسية، تمسكت الصين بنهج صفر إصابات كورونا والقائم على القضاء على مجموعات الإصابات فور ظهورها، وهي مهمة ازدادت صعوبتها في ظل انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى.
قررت سلطنة عمان رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة. وتشير البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض في سلطنة عمان منذ بدء الجائحة يصل إلى 389,943 حالة، إلى جانب 4,260 وفاة لها علاقة بكورونا. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 3 إرهابيين خلال ضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. كما أشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه تم القبض على 21 إرهابيا خلال مداهمات في 4 محافظات، من بينهم أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية، وتمت إحالتهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. دعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي قوات الحوثي للهدنة الأممية، وأوضح أن قوات الحوثي ما زالت مستمرة في تصعيدها بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أن قوات الحوثي ارتكبت ما يقرب من 4,276 خرقا منذ بداية الهدنة الأممية في جميع جبهات ومحاور القتال. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم بلاده القوي للهدنة في اليمن، والتي نتج عنها استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء واستيراد الوقود المنتظم عبر محافظة الحديدة. وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال استقباله نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان السعود في واشنطن، شدد على الحاجة إلى تحسين الوصول بشكل عاجل إلى محافظة تعز ومدن أخرى على خطوط الصراع الأمامية في اليمن. هذا وناقش الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات العسكرية، إضافة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارا بشارا بطرس الراعي أن الانتخابات النيابية الأخيرة أعطت المواطنين أملا بحدوث تغيير إيجابي من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي على مساعدة لبنان. وأضاف البطريرك خلال قداس الأحد أن اللبنانيين اختاروا مجلسا نيابيا جديدا يمثل مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد. أشكر الله معكم على أن اللبنانيين اقترعوا واختاروا مجلسا نيابيا جديدا يمثل مختلف الاتجاهات السياسية الموجودة في لبنان وبلاد الانتشار. فأدت هذه الانتخابات إلى مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول تغيير إيجابي ووطني من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي بما فيه العربي على مساعدة لبنان جدياً لا رمزياً على الخروج من ضائقته الاقتصادية ومن أزمته الوجودية. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر للنقاش حول آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يقدر ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. من جانبه أكد السفير السعودي عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة. نظمت المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني حفل زفاف جماعي لمئة شاب وفتاة بالمركز الرياضي للمنطقة المركزية العسكرية. تضمن الحفل تقديم الموسيقى العسكرية لعدد من العروض التي تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين.
كذلك تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين. انطلقت الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان. تشهد دورة هذا المهرجان الذي يستمر حتى 28 من مايو مشاركة متميزة من عدة دول تجمع ثقافات متنوعة. إيقاعات موسيقية من ثقافات ولغات متعددة يشهدها مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث انطلاق الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. تونس هي ضيف شرف المهرجان الدولي للطبول الذي يستمر حتى 28 من مايو الجاري، كما تم اختيار الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق رئيساً شرفياً لهذه الدورة. أهمية هذا المهرجان غير أنه هو بيقدم لنا فن موجود في دول كثيرة أفريقية وعربية وغيره، إلا أنه كمان بيبعث رسالة سلام للعالم كله أنه نختلف زي ما نختلف سياسيا، ويبقى في توجهات مختلفة كتير في حاجات كتير، لكن في النهاية بنظل الرغبة الأكيدة لكل الشعوب هو أن يبقى في سلام بين الشعوب. فالمؤتمر بيبعث برسالة مهمة جدا، أو المهرجان بيبعث برسالة مهمة جدا، هي المناداة بالسلام أنه يعم في كل أنحاء العالم، وده بيجي من خلال الفن الجميل اللي بيقدم في هذا المهرجان. الحقيقة دايما المهرجان ده متميز جدا نظرا للبهجة والفرحة اللي بيعملها للجماهير المختلفة في أماكن العروض كلها. وشاركت في حفل الافتتاح جميع الفرق بالمهرجان للاحتفال بإطلاق الدورة التاسعة، وسط حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. مهرجان الطبول مهرجان عالمي دلوقتي، ثبت وجوده، أثبت الهدف منه، هدف منه تجميع شعوب العالم على بالميوزك، بالفن، بالاستعراض. مهرجان الطبول دي تاني سنة اللي هي فيه، مهرجان جميل جدا ومشاركته حلوة على فكرة من جميع أنحاء العالم، في فرق، وتشرفت أن أنا موجود فيه كعازف مزمار، وكالجروب بتاعنا فرقة طبلة الست فرقة جميلة، وبنغني التراث بتاعنا الصعيدي، حاجة جميلة جدا يعني. نعتز إن شاء الله بوجودنا هنا في القاهرة في المشاركة مهرجان حبل الطبول مع مجموعة من الدول ومن أهمها مصر، وإن شاء الله نقدم عروض حلوة إن شاء الله. فعاليات المهرجان تقام بقلعة صلاح الدين وعدة أماكن تاريخية بمشاركة 43 فرقة للفنون الشعبية، وسط إقبال جماهيري كبير للاستمتاع بلغة الفنون وحوار الثقافات المتعددة. منذ بدايته في عام 2013، حيث تدشين الدورة الأولى من مهرجان الطبول الدولي وهو يرسخ لفكرة حوار الطبول من أجل السلام، لتجتمع هنا فرقا موسيقية من شتى بقاع الأرض هنا في قلعة صلاح الدين بالقاهرة لتظهر قوة مصر الناعمة بفنها وحضارتها وثقافتها العريقة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وللمزيد انضم إلينا مراسلنا محمود جميل للاطلاع على المزيد من التفاصيل. أهلا بك محمود. محمود، نعم، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. الآن تنطلق الفعاليات الخاصة بمهرجان الطبول، ولكن هذا اليوم على مسرح السور الشمالي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وهذه هي المفاجأة الكبرى في هذه النسخة، وهي النسخة التاسعة، أن يعود المهرجان مرة أخرى إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي، أحد أبرز الوجهات السياحية والأثرية الهامة في مصر. منذ قليل انتهى الكرنفال الخاص الذي شارك فيه كل الفرق المشاركة في هذه النسخة، يبلغ عدد الفرق 43 فرقة يمثلون 18 دولة من مختلف دول العالم، يحملون رسالة سلام إلى العالم. دقت الطبول اليوم وتحولت آلة الطبول من الحرب للسلام،
والمميز في هذا هذه النسخة أيضا أن دولة تونس هي ضيف شرف هذه النسخة. من خلفي كما تشاهدون يعني إحدى الفرق التي تعزف المقطوعات الموسيقية المختلفة الآن بالطبع يعني إطفاء لمسة جمالية على الحاضرين. الجو ممتلئ تماما هنا في مسرح السور القاهرة الشمالي شارع المعز لدين الله الفاطمي. أيضا هناك يعني مشاركة كبيرة من الجمهور العاشق لهذا المهرجان والذي ينتظر هذا المهرجان كل عام داخل الأماكن المختلفة الذي يقام فيه المهرجان. ضيف الشرف هذه النقطة كما تحدثنا. نعم محمود، إذا حالة من البهجة نتابعها معك من خلال مهرجان الطبول الدولي. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا محمود جميل. وإلى حياة كريمة، حيث عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية للبدء في تجهيز أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة، فضلا عن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وأكد شعراوي خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية التي لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي وسرعة إنهاء مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بإجمالي 514 مشروعا والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات نحو 1.9 مليار جنيه. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية. وقال منسق القوافل الطبية إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج في مختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. الخدمة الطبية بتشمل خدمة العيادة عن طريق وجود أخصائيين واستشاريين أطباء كبار في جميع التخصصات كبطنة كعظام كجراحة كمسالك كأطفال كأنف وأذن إلى آخره، عن طريق أن أنا بوفر لهم الأشعات والتحاليل المتاحة في كل حاجة. بعد كده بيصرف المريض العلاج بتاعه، كل الخدمات الطبية مقدمة بالمجان. مش بس كده، لأ ده إحنا بنوفر خدمة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة. العيادات عندنا هنا في طبعا مختلف التخصصات، أنا هتكلم على التخصص بتاعي. أنا بالنسبة لي عندنا هنا العيادة المتنقلة بتاعتنا عيادة تنظيم الأسرة، عندنا بتقدم كل خدمات تنظيم الأسرة، كل الوسائل بتتقدم بالمجانا. عندنا كمان في كشف بالسونار، بنعمل متابعات الحمل ومتابعات للأم والجنين أثناء طول فترة الحمل وبنحافظ على صحتها. وعندنا طبعا في القوافل هنا عندنا الصيدلية بتاعتنا بتكشف لنا بتدينا كل الفيتامينز اللي بتحتاجها الأم الحامل أثناء فترة الحمل بالإضافة للوسائل بتاعتنا. وكمان أحب أضيف إن حاليا إحنا ضفنا اللولب الهرموني، وده من أحدث الوسائل اللي ضفت عندنا في كافيتيريا الوسائل وموفرينه في جميع الإدارات اللي عندنا في المحافظة، فهتلاقي كل مكان في كل محافظة. بالنسبة لمدينة سفاجة إحنا موفرينه في وحدة سفاجة اللولب الهرموني، ده طبعا يعني من أحدث وأغلى الوسائل الموجودة. تفقد محافظ شمال سيناء محمد شوشة محطات الكهرباء الجديدة التي يجري إنشاؤها بالمحطة البخارية بالعريش، وتقوم شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه، كما تنفذ الشركة محطة كهرباء بالمساعيد بقيمة 450 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ المحطة 90%. وزارة الكهرباء شغالة في محافظة شمال سيناء في مشروع عملاق. هذا المشروع عبارة عن 2 محطة محولات، واحدة هنا في العريش والتانية في منطقة الشلاق في الشيخ زويد. عايز أقول إن إحنا حجم الكهرباء اللي إن شاء الله هتتاح بعد افتتاح هذان المشروعان حجم كبير. إحنا بنتكلم على في منطقة العريش أو في منطقة المساعيد بمدينة العريش
فيش، بنتكلم على اتنين محطة في 175 واتنين محطة بالإضافة إلى اتنين محطة في 40، يعني احنا بنتكلم على اتنين في 175 ب 350، وبنتكلم على اتنين في 40 ب 80، يعني حجم طاقة كبير جدا هيتوفر في منطقة العريش. تفقد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة صوامع القمح بمركز ومدينة أبو صوير، وأعلن بشارة أن محافظة الإسماعيلية وصلت لنسبة تقدر ب 45% حتى الآن من المستهدف توريده من محصول القمح هذا العام، حيث تم توريد 35 ألف طن من القمح للصوامع والشون المتواجدة بجميع أنحاء الإسماعيلية من أصل 84 ألف طن مستهدف خلال الموسم. حتى الآن وصلنا تقريبا في حدود 45% من المستهدف في محافظة إسماعيلية. الحقيقة المحصول السنة دي يعني ما شاء الله مبشر بالخير. احنا المفروض مستهدفين 84 ألف طن، وصلنا دلوقتي لحدود 35 ألف طن موزعين على 10 أماكن توزيع مختلف، سواء كان صوامع أو شون. كان ليا لقاء النهاردة مع التجار والمزارعين والقمح، وسألتهم الحقيقة هل في مشكلات بيتعرضوا ليها في موضوع التوريد واستلام. أهلا بكم من جديد وإلى آخر أخبار المال والأعمال. إلى زميلتي ميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت. شكرا نهى وشكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما اجتماعا مع الرئيس التنفيذي الإقليمي لإحدى شركات المواد الاستهلاكية الأمريكية بهدف بحث خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية في مصر. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز استثمارات هذه الشركات سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو إقامة توسعات لمصانع قائمة. أعلنت وزارة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل التنموية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي منذ بداية العام الجاري بلغت قيمتها نحو 300 مليون يورو، والتي تهدف إلى دعم التنمية في إطار رؤية الدولة 2030. وأكدت الوزارة أنه تم توقيع اتفاق تمويلي تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع تطوير خط السكة الحديد طنطا المنصورة دمياط. كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 78 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. تنطلق غدا فعاليات منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك. يأتي المنتدى اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بين البلدان العربية. قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين إن الأزمة التي يمر بها العالم حالياً لم تحدث منذ أكثر من 100 عام. وخلال مؤتمر صحفي لجهاز حماية المستهلك أكد حسام الدين أن الجهاز يدعم أي تاجر شريف، لكنه أشار أيضاً إلى أن مستغلي الأزمات لابد أن يواجهون بعقوبات صارمة. جهاز حماية المستهلك وجد أنه في يعني ضرر بالغ واقع على الناس اللي سددت دفعات او اجزاء من سعر السلعة لكن استحالت النهاردة تسلمهم السلع. وفي ضوء ده قرر جهاز حماية المستهلك، مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك، انه يتم رد اجمالي الدفعات اللي سددوها مضافا اليها اعلى فايدة بنكية اعتبارا من اول دفع. يعني حتى لو سدد دفعات في الطريق هتحتسب على اجمالي الدفعات دي اعتبارا من تاريخ اول دفعه
سددها، مضافا إليها أعلى فايدة بنكية اللي هي 18%. نتحول إلى أسواق المال وإلى البورصة المصرية، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة داخل المقصورة مستوى 687 مليار ونصف المليار جنيه، وذلك وسط تداولات كلية بلغت نحو مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10549 نقطة، وأغلق عند مستوى 10462 نقطة، متراجعا بنسبة 83%. أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح عند مستوى 2832 نقطة، وأغلق عند مستوى 1841 نقطة، مرتفعا بنسبة 49%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و22 قرشا للشراء و18 جنيها و33 قرشا للبيع. اليورو سجل اليوم 19 جنيها و23 قرشا للشراء و19 جنيها و36 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 22 جنيها و74 قرشا للشراء و22 جنيها و89 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 4 جنيهات و85 قرشا للشراء و4 جنيهات و88 قرشا للبيع. سجلت صناعة المواد الغذائية في الصين نمواً مضطرداً من حيث الإنتاج والمبيعات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات رسمية صينية أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة لقطاع تجهيز الأغذية الزراعية قد ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة. وخلال الفترة من يناير إلى إبريل، بلغت مبيعات التجزئة للحبوب والزيوت والسلع الغذائية 593 مليار يوان، وهو ما يعادل 87 مليار و900 مليون دولار. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لنهى ويوسف إليكم. شكرا جزيلا لك ميرفت. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير شعبان حسين، الذي رحل عن عالمنا في عام 2013 عن عمر ناهز 73 عاما. وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال المميزة، منها ناصر 56 ومسرحية تخاريف ووجهة نظر. انتهت أخبارنا، وإلى تذكرة بالعناوين. مدبولي يبحث التعاون الصناعي المشترك بين مصر والأردن والإمارات، ويؤكد السعي لشراكة اقتصادية مع البرازيل. أوكرانيا تمدد العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 3 أشهر. التضخم يواصل الضغط على الاقتصاد العالمي وتسجيل مستويات قياسية في كندا والنمسا.
وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.